وللمزيد حول بيان وموقف هيئة علماء المسلمين معنا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين. مرحبا بك معنا دكتور. حياكم الله، مرحبا بك. بداية، أن الهيئة قالت بأن تهجير سكان اللطيفية يندرج ضمن مشروع الحكومة في تغيير التركيبة السكانية لحزام بغداد، ما ملامح هذا المشروع ومن يقف وراءه وما الدوافع الحقيقية لهذه الممارسات؟ ثلاث أسئلة في سؤال واحد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المشاهدين الكرام. حقيقة هذه ليست المرة الأولى ولا الجريمة الأولى، بل هي ضمن سلسلة جرائم انتهاكات وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية كما تصنف دوليا. هذه الجريمة هي أيضا جزء من ضمن جرائم متعددة استهدفت حزام بغداد كما أشرنا في البيان وكما جاء في سؤالكم. حزام بغداد يتمتع بالعديد من الأراضي والقرى والمناطق الخصبة زراعيا من جميع الجهات، ورأينا أن هذا المنهج أو هذا المشروع، مشروع استهداف هذه المناطق، تطهير عرقي لأهلها وتغيير تركيبتها السكانية، بدأ منذ الأيام الأولى للاحتلال، يعني هو متزامن مع الاحتلال الأمريكي ثم تسلم هذه الأحزاب، الأحزاب الطائفية والمؤتمرة بأوامر إيرانية، هي قد منذ تلك الأيام تسعى لهذه الأعمال وهذا التطهير العرقي. وازداد الأمر قبل أربع سنوات أو أكثر من أربعة في عام 2014، أكثر من ست سنوات الآن، حينما تم تهجير أهالي منطقة جرف الصخر، وإلى اليوم لم يتم إرجاع هؤلاء السكان إلى مناطقهم، وتأتي اليوم هذه الجريمة، جريمة اللطيفية، لتكون امتدادا لتلك الجرائم. من يقف وراء هذا المشروع دكتور؟ الميليشيا. من يقف وراء هذا المشروع؟ نعم، الميليشيات هي التي تنفذ ذلك وتقوم بذلك، وهي ميليشيات خاصة المؤتمرة وبشكل كبير للحرس الثوري الإيراني، والتي تجعل من هذه المناطق قاعدة عسكرية للحرس الثوري الإيراني في العراق، وتأتي الحكومة بأحزابها وبمؤسساتها الرسمية لتنفذ أو لتكون أو تعطي الغطاء القانوني والسياسي لمثل هذه الجرائم. فهنالك تعاون بين الأجهزة السياسية والأجهزة الميليشياوية. ثم الدوافع حقيقية لهذه الممارسات ولمثل هذه المشاريع، منها ما ذكرتموه في البيان من أن هناك محاولة لتغيير التركيبة السكانية لحزام بغداد كما جرى مع منطقة جرف الصخر. عفوا، السؤال لم يكن واضحا، لكن حسب ما فهمت، يعني الدوافع الحقيقية وراء مثل هذه المشاريع، تغيير التركيبة السكانية لحزام بغداد. كما أشرت في بداية كلامي، أنه هؤلاء الميليشيات هي تتخذ هذه المناطق معسكرات لتكون قواعد للحرس الثوري الإيراني في العراق، ولا سيما هذه المناطق التي هي جنوب بغداد، فقد اتخذت مناطق جرف الصخر قواعد سرية، إلى اليوم لا يستطيع حتى العديد من السياسيين المتنفذين في الحكومة لا يستطيعون الوصول إليها. وهذه القواعد العسكرية للحرس الثوري الإيراني يتم التمدد فيها اليوم إلى اللطيفية وغيرها. نعم. طيب دكتور، الهيئة ذكرت أن جريمة تهجير سكان اللطيفية امتداد لجرائم سابقة مثل اغتصاب منطقة جرف الصخر، إلى أي مدى تسهم هذه المشكلات في تأزيم المشهد العراقي؟ يعني هذه الجرائم طبعا ليس فقط جرف الصخر، وإنما جميع الجوانب، حزام بغداد حتى في شمال بغداد أيضا يتابع لحزام بغداد وبغربه، هذه كلها هي تأتي في إطار مشروع إيراني لتغيير التركيبة السكانية في بغداد وما حول بغداد من هذه المناطق، ولا سيما كما قلت في بداية كلامي أنها مناطق غنية جدا، غنية زراعيا وفيها ثروات طبيعية زراعيا أتكلم كثيرة جدا، فلذلك يراد منها تغيير طبيعتها وتركيبتها وإحلال آخرين مكانهم، وأيضا لتكون ممرا آمنا مكانا آمنا وممرا آمنا لهذه الميليشيات وللقطاعات العسكرية التي هي في حقيقتها
جزء من الحرس الثوري الإيراني. ما المطلوب أو ما الواجب فعله دكتور تجاه مسلسل الانتهاكات الحكومية، وكيف يمكن ألا يضمن يعني كيف سيضمن الضحايا عدم إفلات المجرمين من العقاب؟ يعني هذا الأمر، هذا الأمر يجب أن تتضافر فيه جهود الجميع. نعم. فالواجب أولا على المجتمع الدولي الذي يعطي الضوء الأخضر لهذه الحكومات، لهذه الحكومة الحالية ومن قبلها ومن سيأتي بعدها، هذه الحكومات في إطار العملية السياسية التي يتم دعمها من قبل المجتمع الدولي، إنما هو دعم لهذه الجرائم، جرائم التطهير العرقي. ولذلك المجتمع الدولي كله مطالب بالوقوف في صف المضطهدين وإعادة الحقوق لأهلها. لا بد من وقفة قوية للمجتمع الدولي لرفع يده عن الغطاء القانوني والدعم القانوني لهذه الميليشيات ولهذه الحكومات التي تستمر في مثل هذه الجرائم. على الشعب العراقي كذلك جميعا أن تتضافر جهوده لأن يكون العلاج علاجا للمشاكل جميعا من أساسها، واستعادة العراقي ممن انتهبه وسلمه بيد الأجنبي. شكرا لك دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين.